السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض التوست، عيش التوست من العيش الغني اللي العجينة بتاعته بيبقى مضاف لها لبن وزبدة، وده بيديها قيمة غذائية عالية. يعني هو بالظبط العيش اللي بنعمل فيه السندوتشات، بس ده عيش غني ليه قيمة غذائية عشان الإضافات اللي بضيفها عليه من اللبن والزبدة. ودلوقتي هنبتدي مع بعض في المكونات. المكونات بتاعتي عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، كوباية ربع من اللبن، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة خميرة ورشة ملح، ومعلقتين كبار زبدة ومية دافية هزود حسب الحاجة. الأول ببتدي أحط اللبن بتاعي، بعد كده بحط عليه معلقتين السكر، معلقتين كبار، وبعد كده بحط عليهم رشة الملح بتاعتي. رشة الملح دي حوالي نص معلقة صغيرة مش أكتر. بعد كده بحط معلقة الخميرة أو كيس تقريبا من الخميرة الفورية، كمان هحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنا البيكنج باودر بستخدمه كمحسن خبز، بيدي نتيجة أفضل للعجين وبيسرع في التخمير بتاعه. هدوب كل المكونات دي مع بعض، هقلبهم عشان ادوب كل الكلام ده، السكر مع الخميرة مع الملح كل ده هدوبه في اللبن. طبعا اللبن بتاعي ده لبن دافي، زي ما احنا عارفين اللبن الدافي او الماء الدافي لما بحطهم ده بيسرع من التخمير معايا. هقلب كويس لما ادوبهم مع بعض، اتأكد ان السكر داب عشان ما يبقاش بعد كده في العجينة زي الحبيبات باين. هقلب كويس، ادوب السكر كويس اوي هو الخميرة في اللبن قبل ما انزل بالزبدة بتاعتي، وبعد كده الدقيق. دلوقتي بعد ما اتاكد ان السكر ذاب هنزل معلقتين الزبده، معلقتين كبار، وهقلب ادوبها في اللبن. الزبده هنا في درجه حراره الغرفه، يعني مطلعاها من الثلاجه قبل ما اشتغل بيها بساعه، مش محتاجه ان هي تكون يعني سخنه، مدوباها على النار، ولا ينفع طبعا اطلعها من التلاجة اشتغل بيها، هتكون جامدة مش هتتشكل معايا. ودلوقتي هنزل بالدقيق، 3 كوبايات من الدقيق. لو القالب بتاعك اللي هتستخدميه اصغر شوية من القالب اللي انا استخدمته ممكن تخليهم 2.5 كوباية، لو القالب اكبر شوية او حابة ان ارتفاع القالب بتاع التوست يكون اعلى ممكن تزودي كمان 0.5 كوباية فيبقوا 3.5 كوباية من الدقيق. ودلوقتي هبتدي اعجن الدقيق في اللبن مع الخميرة والسكر والزبدة، كل المكونات هبتدي اعجنهم مع بعض كويس. طبعا محتاجة عجن شوية، يعني هتاخد تقريبا 10 دقايق عجن علشان اشكل العجينة تبقى ناعمة ومتماسكة. يهمني جدا ان سطح العجينة يكون ناعم ومتماسك علشان شكل قالب الكيك قصدي اسف قالب التوست يكون في الاخر شكله حلو متساوي، السطح بتاعه يعني يكون متساوي وحلو. هعجن وهدي العجينة وقتها، خدمها كويس علشان زي ما قلنا تطلع النتيجة بتاعتها حلوة في الآخر، وشكل قالب التوست يكون حلو زي اللي بنشتريه من بره ان شاء الله. لو عجبتكم الوصفة هستنى اشتراككم في القناة وتفعيل صوت الجرس، ومتابعتي ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. العجينة زي ما اتفقنا قبل كده سهلة جدا، ما فيهاش اي صعوبة. ناس كتير بتقول احنا بنعمل العجين وبنعمل المخبوزات ما بتطلعش بنفس النتيجة اللي بنشوفها، او اللي احنا بنشوفه بناخد نفس المقادير بالظبط ونفس الخطوات وبنعملها ما بتطلعش زي ما بنشوفها، نتيجة بتبقى مختلفة.
انا كمان اول ما ابتديت اعمل مخبوزات ما كنتش بطلع نتيجه بالشكل ده، بس اول مره طلعت وحشه قوي، المره اللي بعدها نص نص، بعد كده ابتدت تتحسن مره في مره. الواحد بياخد السنس بتاع العجينه وبياخد باله من الخطوات والتكات اللي في الحاجه اللي بتخليها تطلع مظبوطه وبيظبطها. يعني ما تتوقعيش من اول مره بتعملي فيها الحاجه هتطلع مظبوطه معاكي 100%، لكن مره في مره هتظبط معاكي وهتطلع نتيجه مرضيه ليكي جدا والكل اللي هيجربها معاكي ان شاء الله. فما تتأسيش، جربي مره واثنين وثلاثه لغايه لما الحاجه تظبط معاكي، واول ما تظبط خلاص اطمني ان بعد كده كل حاجه هتعمليها هتطلع مظبوطه وحلوه معاكي ان شاء الله. دلوقتي انا خدت العجينه على السطح اللي قدامي وهبتدي افرد فيها شويه. انا طبعا مجهزه جنبي نص كوبايه من الميه الدافيه ومخليها عشان لو حسيت ان العجينه جامده معايا واحتجت ازودها ميه هبتدي ازودها كده شويه، حاجه كده يعني معلقه ميه مش اكتر، واعجن تاني وادخلها في العجينه بتاعتي. لو ظبطت وقوامها طلع تمام يبقى معلقه مش اكتر من الميه، وواحده واحده معايا لغايه لما الاقي السمك بتاع العجينه وقوامها معايا متماسك وطري زي ما انا عايزه بالظبط. كل ما بتدي العجينه وقت وبتخدميها كده في العجن تطلع معاكي مظبوطه زي ما قلنا، متماسكه وناعمه وحلوه، والنتيجه بتاعتها بتكون مرضيه جدا ان شاء الله. احنا في التوست هنا بنستخدم زبده، بنستخدمش زيت ولا سمنه، ما ينفعش، لان الزبده احنا عارفين انها فيها نسبه ميه عاليه، والميه دي لما بتدخل في العجين وبتدخل الفرن مع درجه الحراره العاليه الميه دي بتتبخر وبتدي ارتفاع للعجين، عشان كده بتخلي التوست بتاعي عالي ونتيجته حلوة زي ما بنشوفها. هفضل افرد في العجينة لغاية لما احس بيها كده قوامها معايا متماسك وجامد وناعم زي ما انا عايزة. هي دي اكتر حاجة بتاخد معاكي وقت في التوست، العجن بتاعه. بعد كده هتلاقي كل حاجة سهلة ما بتاخدش معاكي وقت خالص. التوست دوت من الحاجات اللطيفة في المدارس ان انا اعملها سندوتشات بديل للعيش الفينو، زي ما احنا شايفين الفرق بين العجينة دي والعجينة بتاعت الفينو. الفينو بتبقى مجرد دقيق وخميرة، لكن هنا انا بزود اللبن وبزود الزبدة، ودي بتدي قيمة غذائية عالية للعيش، يعني بيبقى مغذي للولاد، حاجة حلوة لما احطها في السندوتشات بدل العيش الفينو، كمان تغيير وطعمه حلو معظم الولاد بيحبوه، خاصة لو بعمل بيه حاجه حلوه زي المربى او الشوكولاته اللي بتتفرد بيبقى حلو قوي الواد بيحبه. الوقت ده طبعا انا قبل ما ابتدي اجهز في العجينه بتاعتي بكون مجهزه القالب اللي هحط فيه العجينه، الانجليش كيك قالب مستطيل، وبكون دهنه السطح بتاعه بالزبده ومدياله رشه دقيق كمان عشان لما التوست يستوي اجي اطلعه ما يلزقش معايا في القالب ويطلع بسهوله. ودلوقتي بعد ما وصلت القوام اللي انا عايزاه هحط العجينه في الوعاء بتاعي واغطيها فوطه نظيفه وهسيبها نص ساعه ترتاح. وده شكل العجينه بعد نص ساعه، عجينه ناعمه ومتماسكه، طبعا حجمها زاد شويه بس مش كتير، وانا مش عايزاها تعلى قوي دلوقتي لان انا لسه هسيبها تاني تتخمر وترتاح بس في القالب بتاعي. هاخدها افردها بالنشابة، اعملها على شكل دايرة قطرها طول القالب اللي هحط فيه العجينة، هفردها كده فردة خفيفة مش هضغط عليها قوي عشان ما طلعش الهواء اللي فيها، انا بس عايزة اوصل بيها لانها تبقى دايرة قطرها زي ما قلنا طول القالب بتاعي اللي هحط فيه العجين. بعد ما فردت الدايرة بتاعتي دي هبتدي اعملها رول هلفها على بعضها بالظبط زي ما بعمل الرغيف بعيد الفين، هلفها والمها على بعضها كده واقفل العجينة. طبعا انا بقفلها عشان لما تدخل الفرن الهواء اللي فيها ما يخرجش، بالظبط زي ما بقفل رغيف العيش الفينو. واجيب القالب بتاعي اللي انا مجهزاه زي ما قلنا، ملمع السطح بتاعه بالزبده واحطه فيه رشه دقيق
هبتدي احط العجينة بتاعتي في القالب واضغط عليها ضغطة خفيفة، بس اتأكد ان الارتفاع بتاع العجينة واحد في القالب كده. العجينة بتاعتي جاهزة، هغطيها بفوطة نظيفة وهسيبها من ساعة لساعة ونص تخمر. ودلوقتي بعد حوالي ساعة، ده شكل العجينة بتاعتي. نجهز شوية لبن صغيرين، بلمع بيهم سطح العجينة بالفرشة، معلقتين لبن مش اكتر، مجرد تلميعة كده لسطح العجينة علشان تحمر ما تدخل الفرن. تمام كده العجينة بتاعتي بقت جاهزة انها تدخل الفرن. فرن سخن على درجة حرارة 200، بتقعد حوالي تلت ساعة على الشبكة بتاعت الفرن. وده شكل التوست بتاعي بعد ما طلعته من الفرن. شايفين ازاي متحمر ولونه ذهبي وجميل مستوي وهاشش بالظبط زي اللي بنشتريه من بره، وطعمه كمان هيبقى احلى وهيعجبك اكتر بكتير لما تعمليه بايديك ان شاء الله. هنقطعه مع بعض ونشوف شكله من جوه. هتقطعيه طبعا سلايسز كده على قد ما بعمل السندوتشات بتاعتي. بصي شكله من جوه ازاي مستوي وهاشش، النتيجة بتاعته حلوة جدا ما شاء الله. القالب منفوش وارتفاعه حلو، والعجينة من بره زي ما احنا شايفين لونها ذهبي.